بسم الله الرحمن الرحيم. انا يوم السبت اعتقد في تاريخ 18/6/2011 الساعة 10:30 كذا خرجت قلت اروح لبيت عمي. كنت خارج لبيت عمي جيت من طريق قرب من مدرسة اسماء واتفاجأ ناس غطوني ببطانية كذا ما ادري كيف ايش الذي حصل. هذا ما خرجت من الجامعة سوا هذا ما خرجت واتفاجأ ان الناس غطوني ببطانية وعلى طول دخلوني فوق سيارة دخلوني على طول فوق سيارة مشان ادري كيف السيارة هذه. وانا طبعا عرفت انني خلاص ممسوك لسعة انا قاعد اصيح مسوني مسافتها كذا ساعة ونص ساعتين كذا هذه المسافة حتى كان احس بطلوع ونزول كأن احنا زائرين خارج صنعاء. المهم بعدين نزلنا فوق السيارة ومشينا مسافة نص ساعة مشي على الاقدام وانا جالس مغطى مشي على الاقدام وانا جالس مغطى وبعدين نزلنا من برج حسيت انه بدروم وصحيح كان بدروم. اول ما جلسوني في الكرسي وفتشوا هذا الغطاء على الذي كان موجود وحصل بيسألوني قال بيسألوني يعني بطريقة طيبة كيف أنت كيف حالك؟ قلت الحمد لله. إيش ديتوا إلى هنا؟ قال اصبر شوية لو ما يجي الفندم. قلنا تمام إحنا منتظرين. جاء الفندم حقهم قال يا بيكلم واحد منهم إنه أنا كمان الخبرة حقهم سير ادي التقرير. راح ادي التقرير هذا المكتوب ورقة كبيرة وبيتكلموا عليه وبعدين قل لي خلاص إحنا سمعنا إنك بتقلد صوت الرئيس وأصوات ثانية نصير تقدرين على هذا التقرير يعني بصوت الرئيس حتى بدي بالصوت يعني متعب هكذا شوية. أنا رفضت قلت أنا ما أقدر أقلد الرئيس حتى أنا كرت إنه يقلد ما من أقدرش. قال لا بقدر سرد التصوير الذي موجود معه رووني تصوير أيضا في تلفون بصوت صورتي وهم قلد صوت الرئيس. قلت حتى وإن كنت من أقلد الرئيس أنا ما عاد أقلد حتى لو إن كنت أيوة ما عاد أقلد بحاجة يعني مقصف فيها وحاجة يعني مضرة يعني ما أسمع إلا فجأة هكذا ملطة يعني لطموني هكذا أيوة لطموني وثبتوني في هكذا في طاولة وكان كلبشات حديدية هكذا شوية وحس بكهرباء يعني تكهربت طبعا والجماعة اللي كان هناك بيقولوا خلاص خلوه لوحده خلوه يفكر. خرجوا خلوني لوحدي وغلقوا جلست ما أدري مش أدري الصبح ليل نهار حتى ما أدريش كيف ما هو الوقت لأن أنا في بدروم وما شاء الله الإضاءة واصل ما طفتش ما فيش ولا صوت هناك ولا منسمع ولا حتى صوت قط ولا في صوت ولا دوي لا غداء ولا صبوح ولا أي حاجة لا ماء أيوة لا ماء كثر الله خير من دوم. المهم يعني جو المرة الثانية فكرت بيقول لي فكرت قلت ليش أفكر على إيش؟ قالوا بتقلد يا أخي إيش فيها لو قلت ليش أنت خايف إحنا والله ما منحاكيك ولا نعمل لك شيء. أنا رفضت قلت والله ما أقلد وشوية ونفس الخواء يعني الكلام لا تنو هذا الكهرباء الاسماء أيوة حصل ارتعاش بالكهرباء هذا ودائما بيقول واحد منهم قام يا جماعة خلاص خلوا وأنا بأقنع أنا واحد منهم بأقنع أنا لوحدي خلونا نخرج أنا وهم قالوا خلاص إحنا بنشوف. أول حاجة كان يصاحوا قالوا لا ومن الأول أهم حاجة إنه مقتنعوا إنه واحد منهم بيقنعني. خرجنا أنا وغطوني نفس الكلام غطوني وخرجوني وطلعوني فوق السيارة وأنا جالس مخطط يعني دائما مسينا مسافة طويلة لما وصلنا أول ما فتشوا لي أول ما وقفنا السيارة فتشوا لي وقلنا قرب من جولة عمران ما بين جولة عمران وأيوة يعني ملعب الثورة ما بينه ما بينهم مش عند الجولة بالضبط أيوة الخط. بعدين عرفتني هناك بيكلمني قال لي أخي ليش ما تقلد أنا والله يعني معي بيحصل لك حاجة حتى بنعطيك حتى فلوس أنت قلت شفته قلت بعض الكلمات أيوة. طبعا قال لي ليش ما بتقلد أنا قلت أنا صراحة ما بقلد بيشكرني ورجع شكرني قال والله أسلوبك تمام حتى أول ما مسكناك ما صيحت أنت ثاني مسكناك قلت كده ممسوك ليش عاد أنا عاد أصيح
المهم بعدين شوية قال لي عن داري الحين إذا رجعتك بيعذبك عذاب ثاني يمكن عذابات أخرى أنا والله معي أيوه عذاب آخر غير من الكهرباء واللطمة هذا الذي حصل وما بتخرجش أبدا وبيقتلوك كهرباء كان صلاح ديدك أيوه كلبسات كذا كلبسات أيوه إذا رجعوك قال ممكن مش ممكن أنك تخرج قال لي هكذا لذلك أنا بهربك بخليك تروح ما تتحاكش إن إحنا مسكناك وكذا وقلت طيب إيش اسمك كل إيش اسمك قال لي اسمه نخال الجرادي على ما قلت ما أدري لو المهم قال اسمه خالد الجرادي فقال لي يلا انزل أنا ما عاد رجعش لا عندهم على ما قال لي علشان إذا رجعت يقولوا وينه أيوة بيقتلون أنا ما قال لي كذا يعني لأن إذا رجعت لا عندهم بيقتلون لذلك هو بيسافر قال بيسافر البلد ما بيرجعش لعندهم لا لا يوم الثالث بعد ما أيوة يوم الاثنين يوم الاثنين أكذا الساعة 10 فأنا قلت خلاص أوكي وأذكر تكون جوعان وعطشان تخيلوا 3 أيام بدون أكل بدون شيء أيوة ونزلت يلا الحين جت لي الفرصة ومشيت واتضح اني سيارة مونيكا ومعكسة بعدين مشيت من هناك مجوة عمر الرجل لهنا ماشي لكن ما بش معي كان ما بش معي فلوس هذاك الوقت و... يعني هذا الذي حصل يعني كامل كامل وصلت انا بطل الساعة 11 ايش؟ ما بش اسئلة اخرى اسئلة اخرى لا لا ما بالله هذه الاشياء كنا ايوه كان مع يعني كانوا مجهزين كان معاهم لابتوب ومسجلات علشان اقرا التقرير اي بس هذا الذي خلاص شكرا جزيلا اي سؤال اي في سؤال عادي سؤال عادي ما عرضش عليك استقراء يعني الكلام عن الرئيس الحاجات لا انا اول ما شفت الورقه كان مكتوب ايها الشعب اليمني العظيم يا ابناء القوات المسلحه الامن البواسل احنا موجودين وبنجي في هذه الايام هذا الذي قرأت في البداية يعني هذا الذي أنت قرأت في التقرير أيها في البداية الذي قرأت الذي فهمت من التقرير المشكلة ها؟ مش فهمت الذي قريته الذي قريت أيوة مش فهمت أيها والتقرير كان طويل شوية بس عند يعني بعض المفضلات أيها أيها هذا يحسن فكر في سؤال ثاني ما عرفش عليك فلوس ما عرفش اليوم قالوا بيجيب لك فلوس ليش أنت خايف إحنا بيجيب لك فلوس وبيجيب لك كل حاجة أنا رفضت قلت لهم انت من اي جهه انتم؟ اوكي؟ قلت لهم انتم من اي جهه؟ لا ما خبرش قاعدين يسالون لانه كذا انا كانني حسيت انه امن قومي ما ادري ايش هل هو امن قومي ولا لا؟ ولا عرفت المكان يعني لا اصلا كنت مغطى من فوق ما فتشوا لي لهم كذا فوق الكرسي فوق الكرسي زي ما انتم دحين شايفين بعدين فتشوا شفت الخبر حتى لما خرجوا لي نفس الخبر نفس الكلام ها؟ أسألوا خوفي أيها هذه الثلاثة أيها عرفوا أنك تتقلب من أول ولا كيف لما أيها عرفوا أيها أيها أنا دائما أقلت هنا ما أعرف هنا يعني نقل صوت الرئيس وصوت الرئيس كم استخدموا الكهرباء مرات؟ كم استخدموا الكهرباء؟ استخدموا 5 مرات كده أول حاجة كان يتمس هكذا يلمسوا زي ما قلت فين؟ هي دي هنا أنا قلت لك أنه كان لبسات حديدية أيها الحمد لله على سلامتك مسكوني من قرب مدرسة أسماء أنا مستغرب يا أخي عدنا خرجت كيف مسكوني مدري مراقبين لك ما في حسنا كيف طيب عدنا قريب من الجامعة إذا كان صوروك وتقلبك أشياء ثانية هناك خير هذا طبعا أقول لكم هذه الحركة يعني مش إنه عن خاف ولا حاجة فالواحد بيموت مرة واحدة الواحد بيموت مرة واحدة لذلك إحنا صامدين وأن واصل حتى لو حصل محصل موجود تشكر على والله حياك